عليكم. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة. اليوم جيتكم بواحد الفيديو انا متأكدة محال واش شي مرة طاحت لكم في بالكم. شكون فينا اللي ما كيديرش الصباغة ديال الضفران؟ شكون فينا اللي ما كيعجبوش الضفيرات طويلين وزوينين ونقيين، داكشي كيبين الانوثة وشي حاجة زوينة. اليوم جينا نهضروا على هذا الموضوع ديال الضفران. بصح هو فاش كنديروا الصباغة للضفران كيبانوا زوينين كيجيو مع الحويجات ديالنا وكتبان السيده انيقه. ماشي دائما كاينين شي ضفران لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ولكن انا منهم ما عمرني ما كان طاح في بالي واش صباغه الضفران مزيانه ولا لا، واش يقدروا يكونوا جاونا شي امراض او لا كيجيو شي امراض بسبب ديال الصباغه ديال الضفران. وهذا هو الموضوع ديالنا اليوم، خليكم معايا ما تمشيو فين. بالنسبه لصباغه ديال الاظافر باش نكونوا متفاهمين، هي كلها عباره على مزيج من مواد كيماويه، وهذاك المزيج ديال المواد الكيماويه سموه بالثلاثي السام. ايه ثلاثي السام. شنو فيها الثلاثي السام؟ في الديبوتيل فطالات اللي هو هو اللي كيساهم في اضطرابات الغده الدرقيه. شحال من حنايا كيكون عندنا مشاكل في الغده الدرقيه وما كنعرفوش علاش، وكنقولوا بعض المرات راه النساء كيجيوهم اكثر من الرجال هذا المرض، ربما كنديروا شي حوايج اللي كيتسببوا في هذا المرض. كيتسبب في اضطرابات الغده الدرقيه، كيتسبب في مرض السكري وفي التغيرات الهرمونيه. ديجا حنا ما ناقصينش تغيرات هرمونيه، الحمله، الولاده، العاده الشهريه، وكنزيدوا علينا بمواد اخرين اللي كيكونوا حتى هما السبب في هاد التغيرات الهرمونيه. بالنسبه للماده الثانيه اللي في هاد ثلاثي السام هي تولوين. تولوين هو الله يستر، وبالاخص النساء الحوامل خصهم يردوا منه البال، يقدر يسبب تشوهات خلقيه عند البيبي الله يستر لا قدر الله، وبناقص علينا من هاد الصباغه الا كانت غدر لينا وليداتنا ما عندنا ما نديرو. وهاد التلوين خطر على نساء الحوامل بالاخص اللي كيديروا الصباغه دائما. ما تجي فين تحيد كوش دير كوش تحيد كوش دير كوش، كاينين نساء اللي كيديروا يوميا على حساب اللباس ديالهم. بالنسبه للمكون الثاني هو الفورمالديهيد. الفورمالديهيد هو ماده مسرطنه، هو اللي كيعطينا هذيك الرائحه اللي معروفه ديال الصباغه، وكاينين الناس اللي مجنونين على هذيك الريحه ديال الصباغه وكيبقاو يشموا فيها، وهذا خطر كبير. هذيك الريحه هي ماده مسرطنه، وهاد الماده هي اللي كتعطي هي اللي كتخلي الضفر مغطي وكتعطي ديك الصلابه. فهادشي راجع لهاد الماده لانها كتمنع من مرور الاكسجين للضفران، ما كيبقاش يدوز الاكسجين، وبالتالي كيتسبب تصبغات في الاظافر. داكشي علاش بعض المرات الاظافر ديالنا كيولي اللون ديالهم صفر او لا ميل خضوريه، وحنايا ما عارفين شنو هو السبب. كنقولوا راه غير الضفيره ديالنا واكلين العسه ولا شي حاجه بحال هكا، راه درنا المانيكير وما صداقش، ولا شرب اللون ديال الصباغه. هو لا، تما راه خاطر علينا. بالنسبه للمعلومات الثانيه اللي بغيت نعطيكم، حنا كاملين متفقين على ان الاظافر نسيج ميت، ما قلنا عيب، ولكن الدراسات اثبتت، وهذه دراسات كاينه الا بغيتوا تقلبوا عليها نخلي لكم فين تمشيو عندها، ان فين تمشيو عندها. المهم الدراسات اثبتت ان طلاء الاظافر لمده طويله يصل الى الدم، وحتى يعني الا مشينا نديرو تحليل ديال الدم، وحنايا دائما كنديرو طلاء الاظافر، فيمكن يطلعوا لينا هاد المواد في التحليل ديال الدم، ويمكن كذلك يطلعوا لينا في التحليل ديال البول. الا مشينا درنا تحليله يقدر يطلعوا لينا هاد المواد حتى هما، وهذا الشيء هو اللي كياكد على ان هاد المواد راهم كيدخلوا للصحه ديالنا وكياثروا عليها بطريقه سلبيه. اللي بغيت نقول لكم هو كاينين الناس اللي واعيين بهاد الخطوره، والشركات عرفوا ان مثلا الى قللوا المبيعات ديالهم راه هذا راجع لهاد المواد، لان كاينين الناس اللي عرفوا بلي هاد المواد خطيره وحاولوا على انهم يحيدوا هاد المواد من الامبالاج ديالهم، ولكن عوضوهم بمواد تانيين
ليسوا بأقل خطورة من هاد المواد اللي ذكرناها. يعني واخا كاينين بعض الصباغات اللي ما كتلقاوش فيهم تولوين ولا ما تلقاوش فيهم الفورمالدهيد، ولكن غتلقاو فيهم مكونات آخرين لأن كتبقى النتيجة واحدة. شنو هو الحل؟ واش ما نبقاوش نديرو طلاء الأظافر؟ بل الحل ساهل وباين، وسبحان الله ما بغيتش ندخل معاكم في الجانب الديني، ولكن أي حاجة سبحان الله نقدروا نقولوا ممنوعة في الدين الإسلامي فهي كتأثر بشكل سلبي على الصحة ديال الإنسان. سبحان الله، فدائما كنرجعوا للدين ديالنا. بالنسبة للحل، يا اما نقدروا نديروا طلاء الاظافر ولكن نحيدوه في نفس النهار. مثلا انا اليوم معروضه خصني ندير الحمر مع الحمر والكرونه مع الكرونه، نصبغ طفيراتي ونقادهم ونحدقهم، نمشي لهذيك المناسبه فاش نجي نبغي نديماكي وجهي قطينا ونحيدو. مازال نهضروا على هذه القضيه ديال باش نحيدو الصباغه، نحيدو وهكا يباتوا طفيراتي حتى هما كيتنفسوا والصحه ديالي سالمه. الحاجه الثانيه، ما نديروش بشكل دائم، ماشي بشروط دائما يكونوا اللوينات في فارت الطفيرات نقيين كيكونوا زوينين، علاش فين كيلو. وبالنسبه لمزيل الاظافر فهو اللي كيتسبب في التهاب الجلد، هو اللي كيتسبب في التكسر ديال الاظافر. ملي كناخذوا ديسولفون كنمسحوا طفيراتنا تما راه كنكونوا كنزيدوا كناثروا فيهم. بالنسبه للمانيكور، المانيكور مزيان نديرو مساج ليدينا ونقيوهم، ولكن فاش كيحيدو لينا هاد الجلد الميت الا لاحظتو فوق تما كنحيدو هاد لابوبورت، يا اما كيضرونا يدينا ولا كينوض لينا دوك الشنيتيفات بحال هكا وكنقولو راه غير تقصحنا اولا ما عرفوش يصوبوه لينا ولا ولا ولا. فخلي خاصكم تعرفوا هو اننا فاش كنحيدو هاد الحيمه اللي دايره بالضفر ديالنا تما كاينين خلايا حيه، هاد البلاصه كاينين خلايا حيه، وبالتالي كيتسبب فاش كنحيدوهم كيدخلوا البكتيريا. بمعنى اننا ملي كنحيدو هاد الجليده اللي من هنايا صافي بحال كنحلو واحد البلايصه ملي غاديين يتجمعوا لينا البكتيريا تما، وهذا الشيء اللي كيعطينا دوك الشناتف وكتبقى كدرنا ديما شي بلاصه ولا هادي. وهذا راه مرض جلدي، ماشي شي حاجه اللي زعما عابره، كاينين اللي كيبقاو الدواو عليها شهور او شهور، اولا كيتكونوا عندهم دي شامبينيون في الضفران. واخطر حاجه الله يستر ما كنتمنى حتى واحد، لي شامبينيون ديال الضفيرات عندهم بزاف الاسباب، ولكن منهم هذا الشيء، والمده ديال العلاج ديالهم لا تقل عن 6 اشهر. ديال اليدين اما ديال رجلين عامين، مستحيل يقضي الدواء من غير عامين. الموضوع اللي باغا نقول لكم عاوتاني ولا النقطه اللي بغينا نوقفوا عندها عاوتاني هو فاش كنديروا الصباغه لضفيراتنا، اول حاجه كنديروها سبحان الله هذا تيك عالمي عند كل شيء، هي هذيك القضيه راها خطيره جدا، لان هذيك الماده ديال الفورمالدهيد كتنتشر وبالتالي كتخلينا الرئه ديالنا الى لحظه بعض المرات كتجينا ديك الجيفه ديال بحال هكا وكاننا تخنقنا، تما كيكون تهيج الرئه. فالله يعطيكم الصبر، الا صبغتوا طفيراتكم نبعدوهم خليوهم ينشفوا على خاطرهم، اللي بغى الزين خصو يصبر لتقيو الودنين، فبعدوهم خليوهم ينشفوا على خاطرهم، عاد ديك الساعه تحركوا كيف ما بغيتوا. اما هذاك القضيه ديال النفيخ راها خطيره على الصحه ديالنا، والريه راه اهم حاجه، ما نضروش الريه ديالنا مقابل باش يبانوا اللوينات في طفيراتنا، مستحيل. وواحد الحاجه اخرى باش نقول لكم، هي الموضه دابا جيل الاظافر اللي كنركبوا. تخيلوا معنا اننا كنحطوا واحد القطعه اللي مصوبه كامله بمواد كيماويه وحنا عارفين الثمن ديالها رخيصه فوق من الذات ديالنا. انا ما عرفتش كيفاش كيستحملوا، ما نكذبش عليكم درتهم مره واحده كان تخنقت. هادوك التركب ديال الدفران راه اش غنقول لكم، راه كارثه عظمى كديرها اي مره، لان فاش كنحطوا هذيك الطبقه اول حاجه راه كاع دوك البكتيريات وكل شيء راه كيبقى تما. راه ما تغسل يدك راه كيبقى الاسباس منين يدخلوا البكتيريات، واخا تغسل يدك واخا ما عرفتش شنو ديري ما صالحش داكشي. كنخنقوا الطفيرات ديالنا
واللي بغيت نقول لكم هو الاظافر راه مركبه من الكيراتين، ففي بعض الاحيان كيكون الاظافر ديالنا مؤشر على بعض الامراض او لا مؤشر على نقص في المعادن او الفيتامينات. داكشي علاش شحال مره كنشوفوا طفيراتنا كيبغيو يترسوا كنقولوا عندي نقص في الفيتامين دي او لا اللون ديالهم تبدل، عندي نقص في هذا. كل واحد وكيفاش كينسب داك المشكل. الطفيرات ديالنا خاصهم يبقاو نقيين. الا كان شي حاجه نعرفوها من الطفيرات ديالنا، انا ماشي ضد اي حاجه زوينه واي حاجه تبين زوينات، وحنايا كنبقاو نساء ضعيفات كنبغيو نبينوا اي حاجه فينا كان نقطه قوه، ولكن كيبقى الجمال جمال الروح. كلنا زوينات، كلنا الله يعمر لينا الدار، ولكن الداخل ديالنا هو اللي غادي يوصلنا لاي حاجه بغينا، هو اللي كينعكس لينا على برا. ما نكذبش عليكم، انا مع المرض زين في الوقت اللي يخصها تكون زوينه، اولا في الوقت اللي كنطيب لوليداتي باش غادي ينفعني، ولا غادي ناكل فين غادي تنفعني. وواحد الحاجه كنكرهها جدا هو اللي كيدير صبيغه وكتبدا كتقشر وكيخليها، كتلقاي هنايا داكشي مقشر عاتو واحد المنظر انا بعدا ما كنحملهاش. والله يعطيكم الصبر الا كنتو كديروها، ما تبقاوش ديروها. درنا الصباغه تكون فوق منا معوطه ولا ما تكونش نهائيا، اما الصباغه مقشره راه باش غنقول لكم راه بحال كتهضر على شي موبل، واخا يكون في موقع مقشر كامل خارج البروده كامل ومشوه، راه هذاك التشويه وهذيك كتولي شي حاجه كتعيف. يعني فين طاح داك الفتات؟ طاح في الماكله ولا طاح في ولا كليتي ولا ما عرفتش فين مشى ليك، فين مشى هذاك التقشار كامل؟ اللي يدير الصباغه يديرها مقاده ولا ما يديرهاش، خلاص صبيغه دوك الطفيرات ديال النسر وداكشي. انا بالنسبه ليا انا بنته ما كيعجبنيش، فما عرفتش ما عرفتش كيفاش الناس كيحماقوا على داكشي. الطفار واصلين حتى لهنا بلوينات في الشكل، نهائيا ما كيعبروش على الانوثه. وكونوا متاكدين اغلبيه الرجال راه ما كيعجبهمش داكشي، وكياخذوا واحد النظره في الشكل على اي مراه دايره هذوك الطفيرات حتى لهنا. واخا تكون محترمه والحمد لله كاع العيالات محترمات ما ندخلوش في هذا الموضوع، ولكن الطفيرات طوالين ما كيعطوش عليها نهائيا صوره زوينه. انا عارفه كاينين الناس موظفات ولا هذا خصهم يبانوا في واحد ابهى حله، ولكن نهائيا الطفيرات ماشي هما اللي الا كانوا نقيين هذاك راه كينعكس لك على الشخصيه ديالك من الفوق حتى لتحت. شي لوينات نديرو دي كولور نيود بحال هكا خفيفين كتبان الشخصيه ديال بنادم، وكيجيب لها الوقار شنو نقول لكم، كيجيب لها الوقار وكيجيب لها التقار بالعربيه ديالنا. كخلاصه اي حاجه اللي ضرني في صحتي ما عندي ما ندير بها، ولو يكونوا هذوك الطفيرات ما عاد فين غادي يوصلوني، اولا هذيك الصبيغه ما عاد فين غادي توصلني. نتمنى نكون عرفت نوصل لكم الفكره، نتمنى نكون كيف ما انا خفت على صحتي حتى نتوما تخافوا على صحتكم. نخرجوا موضه جديده ما فيها بس طفيرات يطلعوا بحال هكا ما فيهم حتى حاجه. منين نبغي نطيب نلقى طفيرات نقيين، نبغي نصلي نلقى طفيرات نقيين، اللي بغاني يبغيني كيف ما انا وكيف ما انا اختاريت نكون. ما بقى ليا غير نقول لكم خليتكم في امان الله وحفظه، تهلاو في راسكم تهلاو في صحيحتكم، كل شيء على الصحه هي اللي هزانا وهي كنز في هذه الدنيا. اللي عنده صحيحته راه عنده الكنز، عنده كنوز الدنيا. خليتكم في امان الله ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.